ملف مفتوح بيهم كل الأسر المصرية، ملف ما بيتقفلش. على طول في حاجات وفي مشكلات وفي قصص، ويمكن ساعات بيبقى مرتبط بالظروف السياسية، مرتبط بالظروف الاقتصادية، ملف كبير جدا. معايا في الاستوديو ضيفي العزيز سيادة النائب لواء هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم في مجلس النواب. سيادة اللواء هاني، برحب اهلا بحضرتك. بيك يا دكتور، اهلا وسهلا. ويعني الله يكون في عونكم في لجنة التعليم في مجلس النواب، ملفاتها كتيرة ومشكلاتها كتيرة حقيقي. نبتدي مع حضرتك بمؤتمر السيد وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي اللي كان امبارح، والحقيقة اتكلم كتير واتكلم في نقاط كتيرة. تمام. رؤية حضرتك لهذا المؤتمر وأهم النقاط اللي لفتت نظرك في كلام دكتور طارق شوقي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بشكرك على المقدمة الجميلة دي، لكن أنا بقول إن احنا في ملف فعلا بيؤثر على كل الأسر المصرية، كل بيت مصري بيشغله هذا الملف حقيقي، والدولة المصرية كمان هو هذا الملف محطوط كأحد أهم الأولويات. الرئيس عبد الفتاح السيسي لما جه كان ملف التعليم هو يعني الشاغل الرئيسي له، لأن احنا النهارده بنبني دولة حديثة، فلازم مين اللي هيبنيها؟ أولادنا. هيبنوها ازاي من غير علم او صياغه للشخصيه المصريه اللي عندها طموح، عندها امل، عندها هويه، عندها انتماء، عندها علم، علشان يقدر يشيل مسؤوليه الفتره الجايه. نعم. طبعا انا عايز اقول لك ان طبعا الجائحه اللي مرت بالعالم كله، الكوفيد 19، هذا الموضوع لم يؤثر فقط على العالم من الناحيه الاقتصاديه والناحيه الاجتماعية، ولكنه كان له تأثير شديد جدا على الناحية التعليمية، ومنح حوالي 1.6 مليار طفل وطالب ان هم يروحوا المدارس. نعم. حوالي 80% من مدارس العالم كله توقفت على انها تشغل. طبعا احنا بالنسبة للدولة المصرية احنا فعلا قدرنا نعبر ب 19 20 السنة اللي فاتت بنجاح كان يعني في غاية الـ يعني أنا بشكر معالي وزير التربية والتعليم وفريق العمل طبعا كله، الأساتذة ومديرين المدارس وكل دولاب العمل الذي يعمل في التربية والتعليم على نجاح هذا الملف أو العام الدراسي 18-19. كمان الإرادة السياسية كانت قوية واقفة ورا الدولة، لازم إن احنا نعدي. تمام. طيب كان أسباب النجاح إيه؟ أي. من أول ما جه الرئيس قلنا إن هو فتح ملف التعليم، لأن احنا في وسط عالم كله التنافسية الأساسية هي من خلال التكنولوجي والتعليم. فاحنا لن نستطيع واحنا في وسط هذا العالم المفتوح ان احنا نبقى جهلاء والعالم كله بيتحرك من حوالينا بشكل غير عادي. صحيح. لا يمكن ابدا احنا كل مناحي، يعني عايزين نبني مجتمع متطور، مجتمع نحقق الحياه الكريمه للدوله المصريه لكل الشعب المصري، فكيف نحققه ومن غير تعليم ومن غير علم ومن غير تنميه العقول المصريه طبقا لاحدث النظم العالميه في التعليم والتكنولوجي اللي هي بقت دلوقتي هي السبيل الاساسي للحياه وتطوير الحياه المجتمعيه يعني. في الحقيقه ان ابتدى الراجل يدي التكليف للدكتور طارق شوقي، ابتدى يعمل حاجه اسمها التعليم التكنولوجي. ساعتها كان في ثوره شديده جدا في الشارع والاسر المصريه والتوتر غريب وردود فعل، احنا كنا بنتشتم كل يوم، مش واخدين على الطريقه دي، مش واخدين على الاسلوب ده، والشعب المصري والاسره المصريه دايما عندها مقاومه للتجديد. مش عايزين نجدد، لا خلاص ما بقاش عندنا بديل من ان احنا لازم نطور نفسنا، ولازم مدخل التعليم هو الاساس. اذا اردت ان تغير حالك، اذا اردت ان تغير حال المجتمع، احنا طبعا عندنا ميراث شديد جدا من الفقر والجهل والمرض شديد، وكل الخدمات المجتمعيه استلمنا الشبه دوله المصريه في فقر شديد. طب
طب الاساس في هذا الموضوع ايه؟ ان انا يبقى عندي عنصر بشري قادر ان هو يغير حال المجتمع. نعم. طب العنصر البشري لازم اعيد صياغته، فكان من احد اهم عناصر خطه التنميه المستدامه. نعم. هي اعاده صياغه الانسان المصري تاني. علميا، ثقافيا، اخلاقيا، دينيا، كل عناصر التكوين، التركيبه او الشخصيه احنا بنغيرها بالظبط، من خلال بقى ايه؟ الجيل الجديد، يعني يمكن الجيل الجديد طبعا خلاص عدى، تمام، احنا طبعا هتسيطر بقى على اللي جاي، ده ما فيهاش كلام. عشان تبتدي تؤسسي في الشخصيه، في التركيبه، ايوه، احنا عايزين نعيد الانسان المصري القديم تاني. تمام. اللي هو ايه؟ في فتره غابت فيها الدوله، غاب فيها التعليم، خرج جيل مع الميديا والانترنت والفيسبوك والجلوباليزيشن، الجو العولمه اللي احنا عايشين فيه، ايوه، وانشغال الأسرة المصرية والأم والأب بمناحي الحياة وتدبير الأمور، حياة الأسرة، الجيل كامل أو جيلين اتربوا وايلد كده من خلال الإعلام، اللي هو كان إعلام صعب جدا، ما أمنش الأسرة المصرية في حالة غيابها. فكان طبعا إيه، ابتدينا نعمل بنية تحتية للالكتروني، تعليم الكتروني، تعليم عن بعد، وده لا مفر منه برضه، تعليم التكنولوجي، التعليم الالكتروني، ريموت اديوكيشن، ده هو اساس الدنيا كلها دلوقتي، بس احنا اتاخرنا فيه قوي. ففي الحقيقه حطينا بنيه تحتيه، وده كان فعلا اهم اسباب عبورنا الازمه بتاع كوفيد 19. طبعا احنا بنقول ايه، في ظل الجائحه الشديده عندنا اعتبار اول، اهم حاجه هم اعتبارين حقيقي، بس الاول هم تامين ولادنا او تامين كل عناصر العمليه التعليميه من ولادنا. احنا عندنا 23 مليون طالب في مراحل مختلفه من التعليم، عندنا مدرسين، عندنا عاملين شغالين في دولاب العمل. أيوة. طب كيف نؤمن؟ دي اول حاجه. طب اامن واقعدهم في البيت واضيع الناس سنه، ودي نمره واحد، وبعدين ولادي بقى، الولاد، هل انا اضيع عليهم؟ انت عارفه المنتج التعليمي في الاخر هو منتج تراكمي، يعني انا بحط دور فوق دور، بشكل تكوين، لان المواد كلها عباره عن بناء. صح. الماده، كل ماده بناء، من اول الحضانه لغايه بيخلص التعليم الثانوي. فالبناء ده النهارده لو انا ضيعت 19 20 في ظل الجائحه، حقيقي كنا هنفقد كتير جدا جدا، لكن كان هناك إرادة سياسية، وبرضو الشغل اللي اتعمل في إعداد وتجهيز البنية التحتية الإلكترونية، ودي كانت حاجة جميلة جدا، هي الزراعة الحقيقية في خلتنا قدرنا نتحمل الجائحة، ونبتدي نشتغل في موضوع الريموت إديوكيشن أو الريموت ليرنينج، يعني يوزنج الانترنت واي وسيله من وسائل التعليم عن بعد. بس طيب يا فندم، انا قبل ما حضرتك تكمل، معلش احنا نتوقف عند هذه النقطه، لانه ما زالت الناس خايفه من التعليم التكنولوجي، خايفه منه، ويعني مش حاسين بامان معاه، طبعا هم واخدين صوره سيئه عنه، انا مش عارفه، حضرتك شايف الحل ايه؟ طيب انا عايز اقول ايه، هو احنا اشتغلنا النص الثاني من السنه اللي فاتت كلها، معظمها أيوة. من خلال الايه، التعليم عن بعد او التعليم الالكتروني. الكلام ده نجح، كان في مشاكل، المشاكل دي قدرنا نتلاشى بعضها ونستكمل بعض المدارس اللي هي ما فيهاش البنيه الالكترونيه التحتيه والكابلات والفايبر والحاجات دي، تم استكمالها. لكن في مدارس كتيره جدا جدا نجحت، وكان في على مستوى المدارس وعلى مستوى الجامعات المصرية اشتغلوا بهذا النظام الجديد. حقيقي الناس خايفة، التغطية الإلكترونية والإنترنت في بعض النجوع والقرى، أنا مع حضرتك، وده برضو في جهود مع وزارة الاتصالات، أصل الموضوع ده، المشروع ده مشروع دولة مصرية، مش وزارة التربية والتعليم فقط هي المسؤولة عن التصدي لهذه القضية، لكن انا عندي وزارة التربية والتعليم، وزارة التنمية المحلية، وزارة الاتصالات، احنا الجيش، القوات المسلحة، الهيئة الهندسية، يعني انا قصدي ايه، هناك الإرادة السياسية مخلية ان الدولة المصرية كلها بكل مقاوماتها بتتصدى لهذا، لان ده مشروع حياة او موت. صحيح. لازم نكمله ولازم نعديه
للاخر. وده كان اول امتحان هو الكوفيد 19 اللي الحمد لله قدرنا نتصدى له ونعدي. طيب هل الكورونا خلصت؟ لا ما خلصتش، محدش يعرف في العالم كله في رعب شديد ومحدش عارف عارف هتنتهي امتى. طيب كان لازم الدكتور طارق شوقي يخرج علينا قبل بدايه العام الدراسي ويحط سيناريو او مقترح لسيناريو هنمشي بيه السنه الجايه عشان أأمن الاسره المصريه واطمنها على اولادها وفي نفس الوقت انا احافظ على استمرار العمليه التعليميه واحافظ على الماده العلميه اللي انا ببنيها علشان انا في الاخر مستني احصل على منتج تعليمي هنافس بيه وهكمل بيه خطط التنميه المستدامه اللي هي مبنيه على الاساس العلمي والاساس التكنولوجي. ففي الحقيقه هو خرج وادى ملامح للسنه اللي جايه وحدد طبعا الاساس في هذا الموضوع ان انا عايز امن الفصول. الفصل النهارده فيه 80 طالب فهو قسم الطلبه الى ثلاث مراحل، قلل فتره التواجد في المدرسه بدل ما انا بقضي ست ايام، لا قسمها يعني قسم الفصل لثلاث اجزاء، بالتالي 80 فصل 80 واحد وصلوا ل 16 17 واحد يعني وبينهم المسافات البينيه بحيث يحافظ على التباعد الاجتماعي، والولد يحضر اليومين في الاسبوع ده لانه مهم قوي برضه وخصوصا في السنوات الاولى من الكي جي لغايه سنه ثالثه او رابعه ورابعه وخمسه اللي انا يبقى في فيس تو فيس في انتر اكتنج في تواصل بالظبط بين الطالب وبين المدرس. دي مهمه جدا. هم بقى يعني الناس اللي خايفه من التعليم الالكتروني بيقولوا ان هم يعني ينقصوا الرقابه وينقصوا التعامل اللي حضرتك بتقول عليه بين الطالب والمدرس. لا ده بقى ما احنا مش بيور مش 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 الكتروني صرف، لا ده انا النهارده انا بديله جزء في المدرسه حضور في المدرسه واقعد مع المدرس واقول له كل مشاكلي، والاربع ايام التانيين انا بديك هوم ورك في البيت بتعمله وتتواصل مع المدرس في اي وقت من الاوقات. لكن النهارده انا بعمل ايه؟ الماده العلميه انا بحافظ عليها والجرعه العلميه انا لازم انت تاخدها. طيب بحافظ عليك وامنك؟ بحافظ عليك وامنك. هو ده الايه الاجراء الاحترازي المهم قوي احنا كدوله وكوزاره التربيه والتعليم بتبقى حريصه عليه في هذه الجائحه. ما احنا مش عارفين، احنا عندنا دله عشوائيه احنا مش عارف لها ادناها لغايه امتى ومش عارفين التوابع بتاعها شكلها ايه ومش عارفين حتى هو التحور في تشكيل وتكوين الفيروس نفسه، وهو مخلينا مش احنا بس العالم كله محتار يحط منحنى لهذا لتصرف هذا الفيروس. فاحنا ما عليناش اي حاجه نعملها الا ان احنا اجراءات احترازيه للوقايه من حدوث هذه الايه. طب افرض حصل واحد اي ولا اصابه هذا، خلاص انا في ميكانيزم، انا قلت لحضرتك وزاره الصحه احد اهم الـ 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 الوزارات اللي هي ملاصقه وبيكلموا مع بعض ليل ونهار، وزاره الصحه مع وزاره التربيه والتعليم. فالنهارده بيتم التعامل مع هذه الحاله بصفه بحاله بانها بعتبرها حاله استثنائيه، وبناخد هذه الحاله نتعامل معها من خلال مستشفيات وبنعزل الفصل كله وتبقى الاجراءات صحيه وعلميه مظبوطه حتى نحصر هذه الحاله. فما فيش مشكله ابدا في التعامل مع اي حاله قد تصاب اثناء الانتظام خلال العام الدراسي. ومن برضو من اهم الملامح اللي قال عليها الوزير في ده بالنسبه للانتظام، حدد بقى من سنه من كي جي لغايه سنه رابعه ومن سنه رابعه لسنه لثالثه اعدادي والمرحله الثانويه، وقال نسبة الحضور هتبقى شكلها ايه والهوم ورك بقى الالكتروني شكله ايه. برضه بالنسبة للثانوية العامة قال امتحان الثانوية العامة هيبقى الكتروني بحت. طب الثانوية العامة دي بقى هننتقل لنقطة أخرى بس نشوف مع حضرتك تقرير عن رأي الناس في الشارع عن النظام التعليمي الجديد ونرجع تاني. تمام اتفضل. القرارات الكويسة ان في مثلا مواد لو انا المجموع فيها مش جايباه كويس فهيجي كويس، فانا هعيد ولا ايه؟ هعيده تاني.
مش كويسه، اللي هو مش فاهمه دلوقتي هاخد دروس ولا مش هاخد دروس دلوقتي، انا المفروض اعمل ايه؟ المفروض في سنوات المفتوحه ولا مفيش سنوات المفتوحه؟ طب ماشي، في المواد العلميه دي ما بعرفش اخدها اونلاين، لازم المدرسين يبقوا قاعدين معايا. ما فيش سناتر طبعا. طب انا دلوقتي المفروض اعمل ايه؟ هي ممكن تبقى حاجه كويسه ان احنا نتعلم في المدرسه وبتاع، بس هو قافل السناتر، واللي هو احنا كنا دايما من دوب بناخد في السناتر ومعتمدين على الدروس، لكن المدرسين في المدرسه لا، مش قوي يعني. والله هو يعني حاجه كويسه لان ده بيحصل بره، بس بالنسبه للدروس هي مهمه طبعا. يعني اغلبيه الشباب، انا واحد من الناس، انا لولا الدروس ما كنتش هنجح. التربيه ازاي والتربيه والتعليم ماشي، هو بصراحه هو الحل اللي عمله ده صح، هو الحل اللي هو بتاع الثلاث ايام في الاسبوع والكلام دوت ده صح، عشان موضوع البلد الكورونا والبلد والكلام ده. هو طبعا هو في الحقيقه، انا بقول ان السيناريو اللي حطه الدكتور طارق الشوقي ولجنه التعليم اتعرض عليها وقالت رايها فيها، طبعا مجلس الوزراء قال رايه فيه مع سيادة الرئيس، اتعرض عليه هذا السيناريو، واعتقد ان هو مر بمراحل فلاتر جيدة جدا. وانا شايف ان ده انسب وافضل سيناريو ان شاء الله نتعامل بيه خلال العام الدراسي 2021 ان شاء الله، وباذن الله هنعدي. وبعدين حاطين الاجراءات او احتمالات حدوث اي مشكلة بالتنسيق مع الوزارات المعنية المختلفة للتعامل مع، يعني وزارة الصحة والتأمين الصحي للطلبة والمحافظين والتنمية. أنا عايز أقول حاجة بقى، وده أنا بأكد على الدكتور شيء، يا دكتور طارق الكلام حلو والبرنامج حلو مكتوب حلو، أنا أرجوك التنفيذ. نصطدم بقى بالتنفيذ بمديريات التربية والتعليم. الموضوع ده محتاج دقة شديدة ومتابعة شديدة. أنا شخصيا طبعا، أنا وكيل لجنة التعليم، فأنا شخصيا بقول للسادة النواب كلهم السادة المحافظين طبعا، هم انا اعلم هذا مدى حرصهم الشديد على نجاح هذه ان شاء الله الروجيتا، انا بسميها روجيتا ان شاء الله، للتعامل مع السيناريو العام القادم. متابعة مديريات التربية والتعليم في تنفيذ الاجراءات الاحترازية بدقة شديدة، لانها لو لم يتم تنفيذها انا مش عارف اقول الاضرار بتاعتها شكلها ايه، يعني التوابع شكلها ايه. ان حضرتك ذكرت هذه النقطه، لانه احنا عايزه اقول لحضرتك انه امبارح في المؤتمر دكتور طارق شوقي قال انه في حاجات متروكه لمدير المدرسه. تمام، ايه هي يا فندم الحاجات المتروكه في مدير المدرسه؟ هل انا اثق تمام في كل المديرين ان هم هو حقيقي؟ هو طبعا ايه، برضو الولاد بيتجمعوا امتى؟ الولاد بيتجمعوا ساعه طابور الصباح. ايوه، فهو ترك قرار عمل طابور الصباح من عدمه لمدير المدرسة. تقديري، بحيث لو هو عنده مساحة الحوش يسمح بالتباعد الاجتماعي ويعمل طابور الصباح ياخد هذا القرار ويعمل طابور، لكن لو هو عنده المدرسة الحوش ضيق ما يعملش طابور، فترك هذا الأمر لمديرين المدرسة. لكن كل حاجة بعد كده منضبطة ومتاحة، والجداول يا فندم، جداول الحضور كمان تبع المديرين طبعا. طبعا جداول الحضور والانصراف دي مسؤوليتهم طبعا، مسؤولية المديرين المدرسة ما فيهاش كلام. يعني أنا المدرسين دي طول عمرها تبعية مباشرة للسيد مدير المدرسة، هو المسؤول عنها. أنا اللي عايز أعمله بقى لجان المتابعة، المتابعة الشديدة من كل القطاعات الرقابية والإشرافية على تنفيذ هذا البرنامج، لأن ده سلاح ذو حدين. لو لم يتم تنفيذه بالصورة اللي مكتوب بيها اللي نازل بيها الراجل القرار الوزير، الموضوع ده هيبقى كارثي. ربنا يستر، لان احنا عندنا اهم حاجة في الموضوع ده، عايزين ننفذ ونكمل العملية التعليمية ونديها حقها، لكن الاعتبار الاول هو امن وامان ولادنا، دي اهم حاجة. اكيد. فانا بقول السادة وكلاء الوزارة، المديرين المديريات، السادة مديرين المدرسة، هذه امانة، أمانة شديدة جدا جدا في إيدنا، ودي مسؤولية مجتمعية ومسؤولية أمام الله، كمان مسؤولية دولة. أنت دلوقتي في إيديك برنامج بتنفذه، ده أساس، يعني ده يعتبر الأولوية الأولى للدولة المصرية. هذا المشروع نجاحنا هو نجاح للدولة المصرية، وعبور إن شاء الله هذه الأزمة بسلام نحقق حاجتين، الامان والسلامه لاولادنا، الحاجه الثانيه هي استمرار واستكمال العمليه التعليميه، لان ده احنا
مرحلة في بناء كبير قوي بنبنيه هي أولادنا إن شاء الله، وبناء العقول المصرية وبناء الشخصية المصرية، أولادنا اللي هيكملوا هم يوصلوا الدولة المصرية إن شاء الله إلى أحدث أساليب إن شاء الله، الطرق يعني تخش في مصاف الدول المتقدمة بإذن الله بعقول أولادنا، هم دول اللي احنا بنأسس فيهم وبنبنيهم. طيب معانا تليفونات، منى من اسكندرية. ايوه ايوه اتفضلي يا منى. لو سمحت انا كنت عايزه اسال بس، هو الامتحانات بتاعتنا المفروض تبقى اوبن بوك بس ما فيش كتب هتتطبع. انت في سنه كام؟ امتحان ازاي؟ ثالثه ثانوي. ثالثه ثانوي؟ تمام اوكي حاضر هنجاوب لك. لا هو التعليق، هو الامتحان هيبقى الكتروني من خلال التابلت، وبتمتحن الكتروني ومش هتستخدم القلم، هتستخدم الاصابع. أيوة. في حل الامتحان، والتقييم هيبقى ايميديت يعني هو يخلص الامتحان يلاقي من خلال، طبعا لن يتدخل فيه عامل بشري. طبعا احنا بنشوف السنه دي والسنوات اللي فاتت كتير قوي بعد الامتحان في كميه تظلمات غير عاديه. صحيح. يعني بتصل الى 250 الف من 600 الف بيقدموا تظلمات، وناس كتير بتبقى عايزه اعاده تصحيح الورق، وناس كتير بتاخد درجات. فالعامل البشري هنا فعلا قد يظلم الطالب، ودي اللي احنا مش عايزينها. ولكن النظام الالكتروني فور شور 100% ده، احنا طبعا انا شخصيا واحد من الناس امتحنت كتير قوي بنظام الالكتروني، هو بيرفكت، مفيش مجال للخطا. بتخلص امتحانك بتلاقي الدرجه قدامك مكتوبه، فانت بتبقى عارف التقييم ايه، مش هيبقى فيه تظلمات لان الموضوع بيبقى دقيق 100%. افرضي انت عندك اي شك من الشكوك يبقى دي حاله خاصه بيتم دراستها بشكل منفرد، لكن عموما لن يكون هناك تظلمات، لن يكون هناك اخطاء، لان دي سيستم ايفالويشن، تقييم نظام. وده حاجه كويسه فير. قال تاني برضو ان هيبقى في فرصه لتحسين المجموع، وده حاجه كويسه قوي. احيانا ولد يبقى اثناء الامتحان حصل له اي ظرف من الظروف، صحيح بيحصل له عدم التوازن، يحصل له اي حاجه، صحيح حاجه نفسيه حاجه. فهنا ادانا فرصه ان شاء الله للتحسين، امتحان في يونيو وامتحان في اخر اغسطس ان شاء الله، يبقى بالتالي انا بقدر للولد ان شاء الله فرصه تانية، الولد كويس يحسن المجموع ويلحق بمكتب التنسيق ان شاء الله. امال مسمعليه. عماد الو حضرتك. استاذ عماد والله العظيم احنا بنشكرك وبنشكر قناه المحور المحترمه اللي فتح هذا الموضوع، البرنامج الوحيد اللي فتح الموضوع ده، فبنشكرك والله العظيم. الله يخليك اتفضل. وبنشكر معالي النائب طبعا ده نار على العالم، راجل من الناس المحترمه. انا من الشرقيه، اصولي شرقاويه طبعا وبلدياته، بس قاعد في الاسماعيليه، فمن الناس المحترمه، ونفسي اكون في دايرته الزقازيق والله، لان الراجل ده عائله أبوظ ده كلها عائله عريقه ومحترمه طول عمرها في السلطه العامه لها تاريخ كبير. اتفضل والله قول لي. انا بس انا بحكم ان انا قاعد في الاسماعيليه. أيوة. وليا قصور في الشرقيه، فبقول له يعني الدكتور هاني ممكن يعلم بمشكله كبيره جدا في التربيه والتعليم، وبشوفها على صفحات الانترنت وفي جميع البرامج، ونفسي الدكتور هاني يتبنى الموضوع ده. اكيد عنده خلفيه بيه، اللي هو 230 موظف في التربيه والتعليم من 2011 متعاقدين من 2011 يا دكتوره ومعالي الوزير يعرف، بياخدوا 50 جنيه من 2011 تعينوا في عهد الدكتور عزازي. صدر لهم قرار في التنظيم والاداره، وتمت الوقف التنظيم والاداره، وصدر لهم قرار من وزاره الماليه الدكتور محمد معيط، اللي دلوقتي الروتين يا هاني بيه، الروتين يعني التنظيم والاداره وافق والتربيه والماليه وافقت وكل حاجه وافقت، وحتى كمان يعني الاستاذ عبد العظيم مصطفى مدير الاداره التعليميه في مدينه. طيب انا بشكرك. هو طبعا سياده النائب شكله عنده فكره طبعا المشكلة. الموضوع ده احنا شغالين فيه. اطمئن، الموضوع ده شغالين فيه من فتره طويله، والحمد لله احنا كلمنا الدكتور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والاداره. والراجل وجه توجيهات لإدارات التنظيم والإدارة في المحافظات. كان عندنا في محافظة الشرقية عدد كبير جدا يصل إلى 4000 واحد في إدارات مختلفة، الناس دي فعلا بتاخد 40 و50 جنيه ولسه ما تثبتوش.
تم كان في شويه استيفاءات لاستمارات القبض وقرارات التعيين استكملوها، وفعلا ادارات مختلفه، اداره غرب واداره شرق واداره الاورين، ادارات كتيره داخل محافظه الشرقيه تم الانتهاء منها واتبعتت للتنظيم والاداره من الادارات التعليميه الى تنظيم الاداره، من تنظيم الاداره في المحافظه الى التنظيم والاداره في الجهاز المركزي، والجهاز المركزي راجع هذا الكلام وفلتره وكمل الاستيفاء للبيانات وبعت الكلام ده للماليه. خلاص انا بقول لك مبروك، طب الحمد لله انت على وشك صرف المستحقات ان شاء الله والتثبيت لـ 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 لكل الناس اللي كانوا متخلفين او متاخرين عن التثبيت، هذا حقهم واحنا ما سبناهمش. احنا في الحقيقه وده بجهد لمعظم النواب، يعني كل النواب كانوا مشغولين، كانوا مشغولين عشان هذا الموضوع، وفعلا دلوقتي الماليه بتدبر لهم الدرجات عشان التثبيت ان شاء الله. فانا بزبط لك بقى خبر ان شاء الله، الف مبروك ان شاء الله. كويس، خبر من خلال برنامج 90 دقيقه، يعني احنا سعداء ان احنا بنبلغكم هذا الخبر. وبنشكر الدكتور صالح الشيخ، وده راجل جميل جدا رئيس جهاز مركزي تنظيم الاداره، لان هو بادر على ان هو يحل هذه المشكله، ووعدنا من اول ما جينا هيحل هذه المشاكل المتعلقه اللي هي كانت ارث برضو من الموروثات القديمه اللي كانت صعبه قوي انها تتحل. طب الحمد لله. معايا هبه من العريش. هبه الو. ايوه مساء الخير، اتفضلي. مساء النور. اولا احب اشكر الضيف اللي مع حضرتك. اتفضلي اتفضلي. مشكلتي ايه؟ مشكلتي حضرتك دلوقتي وزير التربية والتعليم لغى مراكز الدروس الخصوصية. طيب في ناس حياتها يعني مبنية على دروس الخصوصية دول، ليه ما يبقاش في قانون يحمي الناس دي ويدخلهم تبع الدولة ويبدأوا يدوا تعليم هادف؟ أنا أعرف سناتر يا فندم بتتعامل مع الطالب أحسن من معاملة المدارس الخاصة. هو انت في سنه كام؟ لا حضرتك انا دخلت جامعه حضرتك. انا كنت ثانويه عامه وشفت معامله الدروس الخصوصيه، شفت معامله بعض السناتر، وشفت معامله المدرسه. يعني في ناس بتبقى منازل ما لهاش امكانيه انها تدخل المدرسه وتتعلم، يعني يدخلوا السنتر بدل المدرسه. في ناس المنازل مثلا ما ينفعش. ثم حضرتك مش كل المدرسين اللي في المدرسة مؤهلين، في مدرسين معلش، اصل في نظام منازل مش كده يا فندم؟ حتى لو هنرد عليها بعد ما تخلص هي سؤالها. حتى لو في نظام منازل حضرتك تمام، مش بيدوا الطالب حقه. طيب يعني بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي 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 طبعا الاساس. انا عايز اقول حاجة، انا عايز اقول نمره واحد، ان الدروس الخصوصيه دي ده مرض اجتماعي اتربى واحد الموروثات السيئه جدا. وكان معانا في التقرير برضه يا فندم شويه ان هم كانوا. طب انا النهارده عايز اخد يعني درس خصوصي ليه؟ عشان في الاخر المدرسين كانت نظام الامتحانات القديمه اللي هي التقريه اللي هي التلقيني، الاسئله التلقينيه اللي انا اقعد اكتب، المدرس كان بيقعد من كتر العشره مع المنهج عارف النقاط اللي بيجي فيها الامتحان. خلاص الموضوع ده اتغير تماما، وانتقلنا من السؤال النمطي التقليدي التلقيني اللي نقعد نكتب فيه صفحه الى 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 سؤال بيمتحنك مدى فهمك للمعلومه، وقد يكون حل السؤال في كلمه واحده. تمام. فاذا النهارده بقى مفهوم التعليم هو التعلم الشخصي بدل ما نظام التعلم، نظام التعليم اللي هو مدرس يقعد يقري. لا خلاص انا بقى عايز الطالب هو يشتغل، يدور على المعلومه، يخش على بنك المعرفه، يخش على بنك المعرفه. ده حاجه جميله جدا جدا جدا، مليان كل حاجه، الفيديوهات، كليبات لدرس من الدروس جوه الكتاب، الفيديو والكليب، ودرس درس خصوصي لكل المدرسين اللي هم الكبار قوي اللي موجودين. الدرس بتاعه هو في الاخر الطالب بيطلع ايه؟ بيطلع بورقتين ثلاثه من الدرس هو يقعد يحفظهم في البيت. طيب الدروس دي موجوده على بنك المعرفه، موجود فيديوهات لكل درس، ولكن الخليه في الاحياء الخليه موجود فيديو، موجود كليبات، موجود رسومات توضيحيه وشرح تفصيلي لكل حاجه. في نفس النقطه في دروس لكل اعظم المدرسين الموجودين في مصر كمان.
عملنا بقى ايه؟ عملنا البديل بدل الدروس الخصوصية المريضة اللي هي أصابت الأسرة المصرية، الأب والأم والأولاد بـ 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 بمرض خطير جدا جدا، وهو أن أنا خلاص ما بقتش قادر يعني زي الراجل العجوز اللي مش قادر يمشي عايز يمسك في ايد واحد عشان ياخده خطوة. لا تمام، انت طالب، احنا صغيرين احنا ما كناش نعرف دروس خصوصية دي، اشتغلنا وذاكرنا وما كانش انتوا لكم عندكم الحظ من التكنولوجيا اللي بتخش بيها على الفضاء الالكتروني. الفضاء الالكتروني ده اتاحية، دي حاجة جميلة جدا جدا ما كانتش موجودة ايامنا احنا، وتعلمنا احنا احسن من الايام دي. فخلاص انتقل التعليم من الكتاب والتقيد بورقتين من الجلدة للجلدة، لا بقى فضاء معرفي موجود جوه بنك المعرفة من خلال بقى التليفون الانترنت الكمبيوتر. عندك وسائل متاحة. التجربة يا فندم كمان السنة الجاية هتأكد اللي حضرتك بتقوله ده كلام جميل جدا. معلش يا جماعة، هي بداية يمكن قد تكون صعبة عشان انت الطلبة ما تعودوش يخش عليها، لكن صدقوني مرة واثنين وثلاثة واربعة انت لن تتوقف ابدا عن انك انت تخش وتبحث، تبقى عارف الطريقة بتخش بيها ازاي، وعارف الطريقة اللي انت توصل للمعلومة بأشكال مختلفة. وبالتالي اللي انت هتبحث عنها دي عمرك ما هتنساها. وبعدين لو انت دخلت وبحثت في النقطة دي بكل الصور المعرفة فيها، تأكد ان لن يأتي سؤال مهما كان ابدا ان انت ما تقدرش تحله، هتحل كل الاسئلة. فانا بقول يا جماعة الموضوع ده، هذا المرض الخطير يا جماعة، كان فيه 30 مليار جنيه بيتصرفوا على الدروس الخصوصية من مصر، بيستقطع من جيب الاهالي، من جيب الاهالي. النهاردة احنا دخلنا لك المعلومة لغاية السرير، زائد احنا عملنا ايه؟ مش عايزين يتعبوا بقى ولا ايه؟ يدوروا ويحفظوا ويهافتوا. لازم بقى مصر بقى ضرورة ملحة في ظل الظروف. انا ما حدش عارف الايام الاوبئة والامراض اللي قد تأتي على العالم ايه اللي جاي، فلازم انا اتسلح بالتسلح الالكتروني، اقدر اخش على الفضاء الالكتروني ضروري. صحيح. وده سلاح لكل اولادنا، امال احنا هنبني عليكم ازاي؟ ده انتوا اللي هتقودوا مسيرة النقلة النوعية التكنولوجية، التطوير الشامل والكامل للدولة المصرية من خلال كنتوا، انتوا جيل بنبنيكم عشان انتوا اللي هتشيلوا المسيرة. صحيح. طيب. احنا قلنا ايه البديل؟ في حاجة صغيرة. احنا النهاردة قلنا للمدارس في مجموعات تقوية، ممكن اي حد يشترك في اي مدرسة. انا عايز اقول اهو عشان الناس، مش شرط مدرستك بس، عايز تاخد درس عند احسن مدرس في اي مدرسة تانية موجودة، روح قدم وهتسجل اسمك وتبقى من ضمن هذه المدرسة. يعني المجموعة بتاعت المدرس ده مش شرط ان هو مدرس واحد في مدرستك زي ما بتقول، ده حل كويس برضه. في اي مدرسة عايز تخش تاخد فيها درس هتروح المدرسة. طبعا انا عارف ان في، انا عايز قبل ما تنقل للنقطة دي، انا بقول في للدولة علينا فاضل حتة صغيرة. ارجوكوا الدولة، عايز وزارة الاتصالات تتولى مراجعة تاني البنية التحتية من السايبرز والانفراستراكشر بتاع الكيبلز اللي وصلوا الانترنت. لابد ان يتم توفير الانترنت في كل حتة، في كل نجع من نجوع مصر، لان هو ده السيستم ده مبني على استخدام هذا الموضوع. فيبقى دور الدولة، الحتة دي مهمة قوي يا فندم، دور الدولة بتاعت النجوع اللي تمام. بس اخد معانا محمد، احمد من القاهرة، اتفضل يا احمد. يا فندم السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ وبنشكركم على البرنامج وعلى الموضوع اللي حضرتك طرحه. اتفضل قول يا عم. انا بس عشان ما اخدش من عندكم كتير، انا دلوقتي بعد المؤتمر الصحفي بتاع وزير التربيه والتعليم بالنسبه للمصروفات المدرسيه، طبعا حضرتك عارفه السنه اللي فاتت تقريبا الاولاد ما استفادوش من 50% بعد موضوع الكورونا، والمدارس الخاصه خدت المصروفات بالكامل. دلوقتي بعد الوزير ما اعلن، يعني انا مثلا على سبيل المثال عندي بنت في رابعه ابتدائي، ولد في كيجي 2، البنت هتروح يومين والولد 4 ايام، وبالرغم من كده المدرسه زودت المصاريف. فالسؤال هنا، النهارده الولد هيروح يومين، مين اللي هيقيم المدرسه الخاصه او المصاريف بتكون قد ايه؟ والخدمه اللي هم هيستفاد منها هتتقيم بناء على ايه؟ علشان يبقى برضو يبقى في فير او عدل، ان المدارس ما تغليش علينا والخدمه في نفس الوقت مش كامله. يعني في الاخر انا مدخل اولادي مدرسه خاصه. طيب. علشان بشكرك يا احمد. تمام، جينا بقى ايه للمدارس الخاصه. هو هو بس هو سيادة الوزير قال انا مش هسيب مدارس خاصه تمام. او دوليه تمام. غير تمام. برقابه تمام. انا بقول كده طبعا، هو نمره واحد، هو الراجل عنده حق.
انا بضم صوته صوتي لصوته لان هي هناك في نوع من انواع المغالاه شديده جدا في المصاريف، واللي بيخشوا المدارس الخاصه دلوقتي هم اولاد الطبقه المتوسطه. برضو بنقول الموضوع ده عايز وقفه، واحنا كنا قبل ما انتهت الدوره البرلمانيه اللي فاتت كان لينا وقفه مع معالي الوزير وقعده علشان كيف هاو تو كنترول. حقيقه ان الوزاره مش قادره تسيطر قوي على موضوع المدارس الخاصه. انا بقولها مع الوزير اهو بصراحه، انتوا مش قادرين تو كنترول المصاريف بتاع المدارس الخاصه. الموضوع ده محتاج ملف كبير قوي قوي قوي، واعتقد سياده الرئيس بيوجه له لان هو شايف بعينيه قد ايه معاناه الاسر المصريه. وكل سنه بتزيد يا سياده الرئيس. النهارده الدوله المصريه احنا بنتوسع في بناء المدارس بخطى شديده، وده محور شديد جدا من محاور اللي بنحارب فيها في الدولة المصرية. زي ما قلت احنا استلمنا دولة لا دولة شبه دولة، فالرئيس شغال في محاور كثيرة جدا جدا، لا يتأخر أبدا ولا يدخر جهد ولا يدخر تمويل على بناء مدارس، ولكن احنا في مرحلة انتقالية ما بين ما فيش حاجة خالص إلى إن شاء الله نوصل لمرحلة الاستقرار والكمال، في إن أي ولد أي أب أو أي ولي أمر عايز يودي ابنه مدرسة تخيلي ممكن يقعد 6 شهور. في مدارس قبلها بست شهور قبلها بسنة بتحجز، ودي قصة غريبة جدا. ده حقيقي. طب بطلب منك وبعدين إيه؟ وبعدين أدفع المصاريف يا معالي الوزير كلها من أول يوم وأنا مش عارف بقى ابني هيخش ولا مش هيخش، لدرجة إن كمان في بعض المدارس، وأنا توجهت للأستاذ أيمن صبري رئيس قطاع التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، لأن في أحد المدارس طلبت من ولي الأمر المصروفات بالكامل قبل دخول المدرسة بشهرين ثلاثة، وبعدين رفضت تديله الإيصال. دفع مثلا 30,000 جنيه عايزة تديله إيصال ب 5,000 جنيه. نوع من أنواع الغطرسة البلطجة، أنا آسف في الكلمة لكن هو ده الواقع. صحيح. لا هو ده الواقع. مع الوزير محتاجين إعادة نظر في ملف المدارس الخاصة، وإحنا محتاجين إن شاء الله عايزين نقعد قاعدة نشوف كيف نتعامل مع المدارس الخاصة عشان نرحم أولياء الأمور. لأن أنا ولي الأمر اللي عنده ولد داخل المدرسة أو عنده ولد لسه هيخش كي جي ولا البرايمري ولا حل البري سكول حتى، بيقعد يحسب حسابات شديدة ويقعد يتسول، أنا آسف الكلمات دي قوية إنما هو ده اللي بيحصل، ده اللي بيحصل على مدارس ويعمل أبلكيشن ويعمل يدفع 1000 جنيه في كل مدرسة وما ياخدوش في الآخر. وعايزه اقول لحضرتك انه المدرسه لو الاب اشتكى بتقول له لو مش عاجبك خد الفايل بتاع ابنك، لا لا اخبط راسك في الحيط بالظبط. لا فالموضوع ده محتاجين، وان شاء الله ده ملف احنا نعدكم كمجلس نواب ولجنه التعليم ان احنا هنتولاه باذن الله بقوه مع معالي الوزير. والوزير كان وعد يقعد معانا قاعده للتحدث على المصاريف. اما نتكلم بقى على المصاريف الحاليه في ظل الجائحه. انا بتكلم هو انا ابني مثلا في سنه ثالثه اعدادي مثلا او ثانيه اعدادي، بنقول ان انا بدفع المصروفات. لازم ادفع المصروفات ليه؟ لان هو مسؤول ان هو يديني العمليه التعليميه كامله في الاخر، يديني في اخر السنه انه ينجح يعدي سنه ثالثه او ينجح يعدي اولى ثانوي. فاذا هيدي جزء نظري ويدي جزء من خلال الالكترونيك ليرنينج يعني الاي ليرنينج، وهيمتحنوا وهيقيموا. انا قصدي دولاب العمل جوه المدرسه زي ما هو. هنا بنتكلم على حته واحده هي الباصات، اعتقد هي الباصات موضوع الباصات بس هي اللي محتاجين نتكلم مع معالي الوزير، ودي حاجه هي ضروريه لانها جزء كبير من انا هودي ابني ازاي المدرسه بالزبط. افرض انا بشتغل ومراتي بتشتغل، فاذا موضوع الباصات اعتقد اذا الولد هيروح 6 ايام هيدفع مبلغ معين، اذا هيروح يومين فاعتقد ان الموضوع هيقل كتير. ده المفروض وبالتالي المفروض، لكن هم ما عملوش حسابهم مع لحضرتك لان هم خلاص خدوا فلوس الباص. كلامك انت عندك ومحق تماما، وحقك علينا في هذا الموضوع. انا اوعدك ان شاء الله ان احنا هنتولاه مع معالي الوزير حتى نضع سيناريو واضح لتعامل المدارس الخاصه مع اولياء الامور في المصاريف وفي اسلوب التعليم. وانا بقول انا طبعا احنا ان شاء الله نتمنى ان المدارس الحكوميه تلحق وهي بتنافسيه في الجوده
وتبقى في ثقة. احنا لسه بنتكلم قبل ما نطلع هوا بنقول ان انا لجأت للدروس الخصوصية ليه؟ المرض انا بقى عندي مرض اللي هو ان انا مريض بالدروس الخصوصية. طب انا بلجأ ليه للمدارس الخاصة؟ لان برضو انا الدولة لسه ما كملتش صفوفها علشان تستوعب كل الفلو او الـ 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 أو, 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 او تستوعب كل اولادنا. طبعا المعدلات غير عاديه. انا عندي 300 طبعا 23 مليون في غياب العمل, في حوالي 3 مليون او 2 مليون ونص سنويا بيخش في البايب لاين, بيخش في الايه في السيستم. تمام. فالحكومه الدوله الله يكون في عونها, لكن يعني احنا اون ذا واي, احنا على الاستيعاب. تمام. احنا حطينا السيستم وان شاء الله نتمنى ان شاء الله في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ودي الاراده السياسيه ونظرته للتعليم واهميه التعليم لدى الدوله كلها. فباذن الله هيجي يوم قريب جدا ان شاء الله هنستكمل مدارسنا الخاصه وتبقى منافسه بشكل شديد للمدارس الخاصة, مدارسنا الحكومية وهتبقى منافسة شديد, والناس ما عادتش هتروح للمدارس الخاصة. خلي بقى اللي هو ما ينزلش بالمصاريف بتاعه يقفل بالظبط. طيب احنا معلش بنعتذر بقى ان احنا ايه اخر تليفون معانا. معايا مين؟ علاء. خير يا دكتورة, تحياتي لحضرتك والأسرة في البرنامج, وبحب أشكر حضرتك لأن حضرتك إعلامية قديرة وإعلامية ممتازة. الله يخليك. وكل البرنامج وكل الحلقات اللي أنت عملتيها فعلا المؤتمر بتاع سيادة الوزير غطاها, وإحنا بنشكر سيادة الوزير لأن فعلا سيادة الوزير وضح صورة التطوير التعليم بصورة كويسة جدا. تمام. بس أنا ليا ثلاث طلبات لقرية مكاندا مركز. ثلاثة. أول حاجة عايزين نعمل مدرسة تجريبي في الوحدة المحلية لقرية بتمدا. الوحدة المحلية دي بتضم خمس بلاد. طيب خلاص ده طلب. مدرسة ماشي. تجريبي. اللي بعده الثانية عايزين نعمل مدرسة للتعليم الفني لأن ولادنا بيروحوا بنها المسافة من البلد لبنها حوالي 15 كيلو أو 16 كيلو بيكلفنا كتير, وإحنا كمواطنين عندنا استعداد نشارك. الحاجة الثالثة. أيوة معاك. طيب اخر مدخل محمد. كفايه الاثنين. محمد اتفضل. ايوه الو السلام عليكم. وعليكم السلام اتفضل. ايوه السلام عليكم. وطي التلفزيون وقولي. ايوه انا جنبي المدرسه الابتدائيه اللي بقدم فيها لابني. ايوه تمام. طبعا وجنبي وانا قدمت فيها لابني اكتشفت ان هم ودوني مدرسه بين وبينها مسافه طويله. يعني هم خلوا الولد في مدرسه بعيد عن بيتك فانت مدرسه بعيد عن بيتك. مدرسه بعيد عن بيتي. بين سنه كام ابنك؟ وبين وبينها اسفلت والمدرسه, ورحت للمدير سيادتك قال لي ابنك مش هيخش هنا. اكتشفت ان بعد يعني ما يعني انا بس عايز اسالك هو في سنه كام الولد؟ الولد هيخش سنه اولى ابتدائي. اولى ابتدائي؟ اولى ابتدائي. وانت عايز تدخله مدرسه ايه؟ مدرسة الحديثة بقرية مركز أسرة قرية الغرق. مدرسة إيه؟ مدرسة الحديثة الابتدائية. الحقيقة الحديثة. الحديثة الابتدائية. الحديثة الابتدائية بمركز أسرة قرية الغرق. ماشي. هو بقى هم ودوا الولد فين بقى؟ ودى الولد بينه وبينه فترة طويلة, فرحت بقول له لا كده. قال لي أنا اللي عندي. هو اللي بيروح يقدم. ومش هدي لك مش هدي لك أزمة كده. يقدم يلاقي الكاسة عالية. قال لي مش هقبله. فرحت انا طبعا. طيب احنا بستاذنكم بس الاعداد ياخد رقمه واحنا هنتابع المشكله مع المحافظه, ولو قدرنا ان احنا يدخل المدرسه اللي انت عاوزها حاضر. وسياده النائب برضو يبقى في توصيه ان شاء الله. يعني طبعا انا بقول بالنسبه للاستاذ اللي عايز مدرسه تجريبيه ومدرسه تعليم فني, احنا اللي عايز يعمل الكلام ده يا اما يجيب لنا مدرسه احنا ن ن ن ن ن نفتحها, يا اما يجيب لنا ارض. بالنسبه للمدرسه الابتدائيه يجيب ارض واحنا نعمل له مدرسه فورا, ندرجها في اول اعلان نازل. انا بقول له انا مسؤوليتي انا. هاتوا ارض واحنا نحطها لكم نبني لكم عليها مدرسه. ده وده كلام الوزير وكلام اللي هو يسري عبد الله اللي هو رئيس هيئه الابنيه التعليميه, دايما بيقول لكل الناس في كل المحافظات يا جماعه انا ما عنديش مانع, هاتوا ارض واحنا نبني لكم مدرسه. اما المدرسه طبعا التعليم الفني دي مدرسه بيبقى فيها معامل وورش وفي تجهيزات كبيره جدا. اعتقد ان في خطه للدوله, والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني راجل جميل جدا جدا, والاستراتيجي كلها والخريطه بتاعت الدوله المصريه
بتاعت مصر كلها بالمواقع الجغرافية بالمحافظات بمدى احتياج كل محافظة لنوع معين من التعليم الفني. وخطة التعليم الفني دي خطة برضو بتتناسب مع الظروف العامة. يعني مثلا ايه في دمياط ممكن يعمل مدرسة تعليم فني فيها حاجات تخص الأساس وتخص في يعني حسب الموقع المحافظة الجغرافية وموقعها التعليم مدارس التعليم الفني موجودة. كمان اللي بيعمله دلوقتي انا كنت بتكلم معاه ودي جديد بقى في التعليم الفني اللي هو ابتدى يدخل الايه طبعا كان في ميكانيكا وكهرباء ومش عارف وخراطة وحدادة. دلوقتي في تم وجود تخصصات بينيه جديده اللي هو الالكتروميكانيك اللي مش عارف الارتفيشال انتليج اللي هو الذكاء الاصطناعي. فابتدى هو يدخل في المدارس الفنيه التخصصات البينيه اللي هي دلوقتي ايه طبقا لسوق العمل. تمام. حتى هو عمل دراسه لسوق العمل والمصانع الجديده وقال له انت عايز ايه انت حتى لو مثلا في الشرقيه في مثلا مدينه العبور او في مدينه من او العاشر من رمضان منطقه صناعيه. فابتدى ينزل هو ويعرف ايه ما هي التخصصات اللي محتاجها سوق العمل وابتدى يدخل تخصصات جديده في المدارس الفنيه. بس برضه ما زلنا يا اما جيب لنا مدرسه مساحه من الارض تقدر نبني عليها مدرسه فنيه بورشها يا اما هنعمل ايه. الوزير قال انا هعمل مؤتمر خاص بالتعليم الفني. يعني هو ده كلام ده اللي جاي ده اللي جاي برضو لان برضو التعليم الفني له الفترات العملية والأسلوب العملي مختلف تماما عن المدارس التعليم العام. فمحتاج الولد يبقى متواجد في المدرسة لأنه بيروح ويش ويروح معامل فمحتاج فترة تواجده. في حاجات بقى في التقرير أنا مش عجباني برضو اللي هي بالنسبة للتربية الرياضية. احنا كلنا كنا زمان كان مدرستنا فيها حصة الألعاب فيها ملعب كورة وفيها ملعب هوكي وفيها ملعب باسكت وملعب بولي وكنا بنلعب بطولة جمهورية فيها. ليه؟ لأن فيها ملاعب بتنزل احنا فريق كورة المدرسة يغلب فريق المحافظة. ممكن نلعب الأهلي ولا الزمالك تحت 18 سنة ونكسبهم بالظبط. فكان في ودي حاجة مهمة قوي. لكن النهاردة عشان أنا الرياضة عمرها ما تقول الرياضة دي نجاح وسقوط يعني إيه يعني مش فاهمها. في وقت من في وقت الكورونا دي بالذات انا بودي الولد يومين في الاسبوع هيلعب رياضه امتى؟ امتى؟ مفيش وقت اصلا. وهامتحنه امتى في الرياضه؟ فده في كونفليكت هنا في ايه عدم اتساق مع المنظومه او السيناريو اللي عامله. فمحتاجين نبص لها تاني. ولا انا همتحنه الكتروني في الرياضه لازم في الملعب وفي وقت يسمح ان انا العبه الانشطه وادربه وبعدين امتحنه. طيب في حاجة برضو أحب أشوفها مع حضرتك. كان في فيديو انتشر امبارح والنهاردة. الفيديو ده اتصور سنة 2017 طفلة يا فندم بتسوق مقطورة. شايف حضرتك صغيرة قد إيه ووالدها قاعد جنبها وفرحان قوي والبنت بتسوق المقطورة. لكن الحقيقة وزارة الداخلية مشكورة. سنة 2017 ما أعتقدش ده يعني الرقابه في وزاره الداخليه اعتقد ان لو حاجه زي كده موجوده. هو بالفعل تم القبض على الاب النهارده والله. واحنا حبينا بس قبل ما نختم ان احنا نعرضها ده معقول ده حاجه صعبه؟ لا 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 حاجه غير مقبوله. لا طبعا من 2017 بص الطريق ماشي بسرعه ازاي حضرتك والبنت صغيره قد ايه وبتسوق التريلا وهو قاعد يضحك. ده تبلد. لكن الداخليه اكدت انه تم القبض على هذا الاب الحقيقه اللي هو احنا غير عاقل بالمره. تمام. ما هو يا اما هو غير عاقل زي ما حضرتك قلتي ما عنده تخلف وده لازم يتقبض عليه يتحط في مستشفى عقلي. يا اما احنا بنقول ايه بقى التربيه. نرجع تاني للتعليم. التربيه والتعليم اللي هي بتبني الوعي محتاجين بناء الوعي ده بيبني حاجات كتيره واسس كتيره جدا وثوابت كتيره. أيوه. موجوده جوه الشخصيه. تمام. الكلام ده من خلال منظومه التعليم. فبنقول التعليم ده هو حياه هو بالزبط. ميه وهواء. ده لو اب متعلم بالظبط مش جاهل وفاهم ما كانش عمل لا يمكن مستحيل بالزبط. مستحيل يعني. نيجي برضو السيد الرئيس كان وجه ان يعني يتم توزيع كتاب بناء الشخصيه بناء الايه
الشخصيه الوطنيه ايوه على لسانه، ودي حاجه جميله ومهمه قوي. ماده اسمها تربيه وطنيه، احنا كلنا حبيبتك. ايوه كنت باخدها ده كان زمان، وكان بامتحان فيها نجاح وسقوط. مهم قوي الانتماء الوطني. احنا افتقدنا في شباب طلع في فتره من الزمان كده مش حاسس هو يعني ايه تراب مصر. أيوة. يعني ايه الوطنيه، يعني ايه الانتماء، يعني ده غيرتي على بلدي ايه شكلها ايه. يعني انا اموت نفسي علشان بلدي تعيش. دي في فتره من الفترات كانت الدوله غائبه والتربيه والتعليم غائبه، وبالتالي ابتدى يخش بقى الجماعات الارهابيه، وابتدى يخش الميديا الخارجيه الاعلام الخارجي. أيوة. اللي هو كان بيفسد في التركيبه بتاعت الشخصيه المصريه. تمام، فقدنا الانتماء. فلابد تاني الولاد دول يتوزع عليهم ويقروه ويمتحنوا فيه حتى يبقى ماده مش اساسيه. يعني مهم قوي قوي ان اعرف بلدي واعرف يعني ايه انتماء، يعني ايه التركيبه الشخصيه تتبني ازاي. زي الولد مهند اللي طلب ماده الاخلاق. تمام، من السيد الرئيس وماده الاخلاق وكيف اتعامل مع الاخر وازاي احترم الاخر ويحترمني وازاي. صحيح، يعني في حاجات كتيره قوي. انا عايز اطمنكم الكلام ده محطوط في 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 بناء المناهج. انا قلت لك المنهج ده عباره عن عماره كبيره، عباره عن هرم بنبنيه من كي جي 1. حقيقه ان احنا كمصريين في وجود سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته لطارق شوقي كون فريق عمل من المصريين العلماء الجمال قوي 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 تحت اشراف تغييرات جامعه كامبريدج وتحت اليونسكو، وكان في كونسلتنت مشرفين من احسن دول العالم في موضوع التعليم، وبنوا منهج الكي جي 1 كي جي 2 برايمري 1 2 3 ايوه لغايه سنه رابعه دلوقتي اتبنت. أيوه. حقيقي ان طارق شوقي بيسابق الزمن والريس عينه عليه علشان نعمل إن اور اون اديوكيشن سيستم، التعليم المصري. التعليم المصري والاول مره يبقى لنا تعليم مصري بحت. دي حقيقة. وطبقا لأحدث نظم العالمية في التعليم. يعني يقاس بالتعليم الإنجليزي، يقاس بالتعليم الألماني، يعني لا يقل عنهم نهائي المناهج. أيوه، يعني كلنا يا فندم متكاتفين وكلنا ورا التجديد الكلام للأصلح. جميل. في نقطة أنا عايز أقولها برضو علشان أنا ما انساش المعلم. أنا دايما أقول المعلم. أنا كنت أقول لحضرتك إن المعلم كان في طلبات جاية بحاجات كتيره ناقصه للمعلم، فاحنا تمام. ان شاء الله لما المجلس يرجع باذن الله ان شاء الله اول حاجه يبقى تحط المعلم هو اساس العمليه التعليميه. رغم الكلام اللي بنقوله كله تعليم التكنولوجي، بنقول المعلم اساس. المعلم احنا لغايه دلوقتي انا وانا يعني في السن ده انا فاكر مدرسيني كلهم بتوع ابتدائي وكانوا بيتكلموا ازاي، بيرفع صوته ازاي، بيمشي في الفصل ازاي وهو بيشرح. فهذه كلها علامات اسسوا جوانا علامات لا تنسى ابدا. احنا في انتظار بقى التشريعات إن شاء الله. من حضراتكم إن شاء الله. اللي فعلا انا سعيد جدا جدا بوجودي معاكي النهارده والله. وملف التعليم لو قعدنا نتكلم لبكره مش هنخلص. بس احنا مضطرين. بس انا يعني ابشر يعني الشعب المصري ان شاء الله ان التعليم المصري يتحدى الكورونا. تمام، افتكروها دي. ويا رب تمشي الكورونا. بشكر حضرتك سيادة النائب لواء هاني أباظة وكيل لجنة التعليم في مجلس النواب. ألف شكر على جداً. حضورك وسعة صدرك يا فندم. شكرا. بشكركم مشاهدينا، انتظرونا حلقة جديدة و90 دقيقة. تصبحوا على خير.